ما حدا بيتمنى يلغي زفافه أو الزواج كله بأيام قليلة قبل الاحتفال. الفكرة في حد ذاتها قاسية وما حدا بيحبها، بس في ناس قرروا يعملوها وفضلوا يتراجعوا قبل حفل الزفاف ويتخلوا عن الشريك لسبب أو آخر. هاي الشابة هي خير مثال، فبعد ما ظلت تستعد لمدة سنتين مادياً لهاي المناسبة وعزمت 150 شخص وجهزت كل شيء، قررت تنفصل عن خطيبة فجأة. والغريب في الأمر أنه عزمت المشردين بدل الضيوف على حفل زفافها. شو رأيكم؟ أقترح عليكم مشاهدات الحلقات الرقمية للنجمة فدوى سليمان بطلة مسلسل أمل، المسلسل الذي حقق أكثر من 1,000,000 مشاهدة في موسمه الأول على يوتيوب.